هذه الحيوانات جيكم الله كانت متواجدة في الحوايج. ارتفاع منسوب المياه ضايقها، اضطرت إلى الخروج إلى الشارع العام والمدينة. طبعا غير مسيطر عليها هذه الحيوانات من قبل أصحابها، والبعض أصلا غير تابع لحد، لأنه شلون نقول متمردة على صاحبها، ما توصل إلى دار صاحبها السكن. فلذلك وصلت للشارع العام، عبورها على الشارع العام أدى إلى حوادث، ممكن أنه أكثر من 4 إلى 5 أشخاص، لبعض فقد حياته واللي تأذى. هذا تصريح للواء علي اللامي يؤكد على حادثة الجواميس في تكريت وسمرة.